وصل قبل ساعات إلى مطار عدن الدولي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة منسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوكا، حيث حدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 5 مهام أساسية يتعين إنجازها لمعالجة أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم، حيث أكد على ضرورة وقف الأعمال القتالية في المنشآت المدنية والتجارية وحولها، وثانيا حماية مستودعات الغذاء في كافة أرجاء اليمن، ما يعني ضرورة إبقاء موانئ البلد مفتوحة، والذي جاء في كلمة مقتضبة عقب وصوله مطار عدن الدولية، والذي يبدو أنها تأتي في ظل مساعي الأمم المتحدة لترتيب آخر الأوراق للبدء بمفاوضات سياسية بين الأطراف المتنازعة. طبعاً أنا عارف إن الوضع يعني يزداد سوء، أنا طبعاً من آخر مرة جيت لهنا وأنا جيت أنا هناك أمور يعني 5 أمور لازم نتداركها في الوقت الحالي. Firstly, we'd like to see a cessation of hostilities, especially around all of the key aid infrastructure, not least around Hodeida. طبعاً في البداية يعني من ضمن الأشياء الخمسة اللي حبيت أذكرها إنه تنفيذ وقف الأعمال العدائية في جميع البنود التحتية والمرافق التي تعتمد عليها عملية النقابة وخصوصاً في حديدة. زيارة خاطفة يقوم بها الرجل إلى عدن للالتقاء مع الحكومة اليمنية، كما طالب بمعالجة أوضاع العملة المحلية وأسعار الصرف في اليمن وزيادة تمويل الأنشطة الإنسانية، والتأكيد على دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل كامل ومفتوح مع المبعوث الأممي مارتن غريفث. زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيد ماركو لوك إلى العاصمة المؤقتة عدن دليل على أن هناك توجه مباشر من قبل الأمم المتحدة للتعامل الكامل مع الملف اليمني عن طريق العاصمة المؤقتة عدن وعن طريق الحكومة الشرعية. جهود حثيثة للأمم المتحدة في محاولة منها لإنهاء الأزمة اليمنية، والتي أكدت مصادر أنه من المفترض عقدها في 6 ديسمبر القادم. مروى النبيل لقناة الإخبارية عدن.